عسلامة اليوم زعما حبيت نحكي على عيد الجمهورية اللي هو عيد تونسي واللي يفرحوا فيه كل التوانسة واللي بالنسبة لي عيد أهم من العيد الكبير والعيد الصغير لكن سمعت كما سمعوا التوانسة الكل عملية الاغتيال اللي تعرض لها محمد البراهمي واللي كانت بالنسبة ليا كيما بالنسبة للتوانسة الكل صدمة، كنت نتوقع اغتيالات لكن مش في عيد الجمهورية، أنا منحبش السياسة ومنحبش السياسيين لأن نعرف اللي السياسة لعبة واللي يمشيو فيها ياسر أبرياء غير من أجل خدمة مصالح فردية ولا حزبية. انا مانيش باش نقول راهي النهضة هي اللي قتلته لا رغم اللي نعرف اللي النهضة طيارات وحتى هما من بين بعضهم هذا يدس هذا وما ننساوش اللي الحركات السلفية عندها مصلحة بهذا وعدة اطراف اخرى مش لازم ذكرها اما اللي حبيت نقوله ان الاختيال هذا وقع في حكومة الترويكا وهذه الحكومة أثبتت عدة مرات أنها غير قادرة على منع أي اغتيال واللي ما قدمت حتى شيء للبلاد لا في المجال الاقتصادي لا في المجال الاجتماعي لا في مجال الحريات لا في الدستور لا في السياسة لا في الأمن لا في السياحة لا في حتى شيء هذاك علاش أنا مهمنيش شكون قتل محمد براهمي وشكون اقتل شكري بالعيد اللي يهمني ان هذه الحكومة ما لازمهاش تبقى لانها حكومة غير قادرة وما عندها حد شيء غير الكلام والسبان و... والحكاية الفارغة وكنت نتمنى ان الشعب التونسي يفيق على روحه مش يستنى حتى يوقع قديش من قتيل بش يفيق هذه فرصته بش يطيح هذه الحكومة وهذه الترويكا وينتقل الى مرحله جديده من اجل كتابه الدستور يكون على مستوى الكفاءات ويكون عباد عندهم تجربه وعندهم معرفه بالامور السياسيه والاقتصاديه. على خاطر كان الشعب التونسي باش يعدي هذه الجريمه كما عدى جريمه شكري بالعيد اعرفوا اللي تونس ماشيه نحو الهاويه واللي تونس ما هيش باش تخرج من الورطة اللي تحطت فيها مدة يمكن عشرات السنين والسلام عليكم